أنا أصلي الوتر قبل النوم، ولكن حينما أصحو ليلا في ثلث الليل الأخير أصلي ركعتين في السحر، ما حكم ذلك؟ وقد أصلي الوتر وأعزم في نفسي أن أصلي ركعتين في السفر، لأني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء في هذا الوقت بالدعاء، وجهوني جزاكم الله خيرا. وهل أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يدعو به في هذا الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه بأن يكون الوتر في آخر الليل، مهما أمكن ذلك، لأن آخر الليل أفضل. فإذا كان الإنسان يعتاد القيام في آخر الليل فإنه ينبغي ويستحب أن يكون وتره في آخر الليل. أما إذا كان الإنسان لا يثق من قيامه في آخر الليل إلا لصلاة الفجر فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام، أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان يشتغل بكتابة الحديث وروايته في الليل، فيتعثر عليه الاستيقاظ في آخر الليل. فإن قدر أن الإنسان أوتر من أول الليل وقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له، ويكفيه الوتر الأول، لا يكرر الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة واحدة، فيكتفي بالوتر الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر له ركعتين أو أكثر، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر أيضا. وأما الدعاء في آخر الليل فليس هناك دعاء مخصوص، فالإنسان يحرص على الأدعية الجامعة النافعة له ولوالديه ولإخوانه ولعموم المسلمين، يتحرى من الأدعية ما كان فيها خير له ولوالديه ولإخوانه المسلمين. جزاكم الله خير.